زي ما تابعنا في تقرير دور المركز القومي للبحوث في دعم ودفع عجلة البحث العلمي في مصر وربط ابتكاراته واختراعاته بمسار دعم الصناعة الوطنية، شفناها مع بعض في التقرير. المركز القومي للبحوث كان ليه جهود كبيرة جدا في العام الماضي، بعد حزمة كبيرة من الابتكارات والمشروعات البحثية جنى ثمارها العام الماضي. بالتأكيد في أيضا مشروعات هيشتغل عليها في عام 2024. ده اللي هيعرفنا عليه تحديدا الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث اللي منورنا دلوقتي على التليفون في صباح الخير يا مصر. أهلا بك يا دكتور حسين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بالتأكيد 2023 كان في عدد كبير جدا من المشروعات، عرفنا يعني خلال الحلقة دي أن مصر يعني الأولى إفريقيا و39 عالميا في مجال الإنفاق على البحث العلمي، تطورنا كتير جدا في مجال الإنفاق على البحث العلمي. عملتوا إيه في المركز القومي للبحوث واستفدتوا إزاي من هذه يعني هذا التوجه الحكومي الجديد؟ تفضل دكتور حسين. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الجديد. ثانيا بهني جميع أعضاء المركز القومي للبحوث بحصوله على الترتيب الأول على مستوى المينا ريجون دي المرة الثانية على التوالي. المينا ريجون دي هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكون المركز يحصل للمرة الثانية على التوالي على المركز الأول فده يدل على يعني قدرة الباحثين المصريين على إن هم يحققوا المستحيل. احنا كمركز قومي للبحوث الحمد لله اول ما مسكنا انتهجنا الفرصه اللي موجوده دلوقتي وهي البحث عن البديل المستورد. فعملنا كول كده لجميع الباحثين ان احنا بنشجعهم وهندي حوافز مغريه للي يعمل منتج بديل المستورد. وبالفعل تم عمل بعض البروتوكولات التعاون مع بعض الجهات الصناعيه زي مركز تحديث الصناعه، مركز وهيئه تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، بحيث يبقى كل المشاكل الصناعيه اللي موجوده، بحيث طبعا الاستيراد دلوقتي في عمليه يعني ريستريكشن، فبيجيبوا لنا المستلزمات اللي هي اللازمه للصناعه وبنعرضها على الباحثين عندنا اللي يقدر يعمل زيها وتبقى يعني في كفاءه المستورد. هو دوت اللي احنا شغالين عليه دلوقتي وهو ده اللي بنكافي عليه الباحثين. فده كان نهج احنا بنستفيد منه من الفرصه اللي موجوده، يعني دي فرصه المركز القومي للبحوث او فرصه الباحثين في مصر بوجه عام ان هم يستغلوا الفرصه الموجوده دلوقتي يثبتوا وجودهم، وهو ده اللي بيعمله المركز القومي للبحوث. فالحمد لله احنا ماشيين في خطوات سليمه، والمركز من زمان يعني ساعد في حاجات كثيره واوجد ليها بديل للمستورد. احنا يعني بعض المشروعات اللي احنا عملناها وعملناها بديل للمستورد هو انتاج ماده اسمها البوليستايرين اكريليك. الماده دي كانت بتستورد بملايين الدولارات، الحمد لله المركز القومي للبحوث بالاتفاق او بالتعاون مع اكاديميه البحث العلمي قدرنا ان احنا ننتج ماده البوليستايرين اكريليك دي اللي بتستخدم في الدهانات والبويات بتكنولوجيا مصريه 100%. والحمد لله شركه في اسكندريه، شركه وطنيه برضو اخذت هذا المنتج ودلوقتي بتنتجه الحمد لله. يعني ده برضو من احد الحاجات اللي طلعت للنور من البحث العلمي. يعني في ناس بتقول البحث العلمي بيعمل ايه؟ لا، احنا بنعمل حاجات كتير بس احنا حاجاتنا كتير والتحديات اكبر. فاحنا بنحاول بخطى حديثه بنخش في جميع المجالات. برضو من المجالات الكويسه اللي احنا دخلنا فيها حديثا حاجات في الزراعه، ان احد الفرق البحثيه عندنا قدر يعمل سماد زراعي بتقنيه النانو تكنولوجي، بحيث ان انا بدل ما استخدم يعني كيلو جرامات او الاف كيلو جرامات عشان اعمل تسميد للحقول عندنا او للارض، لا احنا عملناها او فريق البحث عملها في صوره نانو، بحيث ان هي بتبقى يعني حاجه بسيطه كده اهوت باللتر مثلا، او يعني علبه فيها 2 لتر دي تكفي مثلا 50 بدل 50 كيلو سماد للارض. دي كلها بتساعد في عمليه ان انا بوفر فلوس وبوفر يعني برضو تشمم للتربه، لان معظم الاسمده اللي بتنزل في التربه للاسف 70% بيبقى معقد وبينزل في الارض، النبات ما بيستفيدش منها لانها النبات بيعملها او بياخد الصوره السهله المبسطه. كل الاسمده اللي بتنزل في التربه للاسف بتبقى في صوره معقده، فلما نعملها في صوره النانو تكنولوجي بتبقى بتسهل عمليه التسميد في الارض وبيبقى الهدف بتاعها افضل. اكيد. في نفس المنوال برضه لسه في نفس لا خالص، انا كنت بس عايزه اسال على
المشروعات البحثيه اللي اشتغلنا عليها. يمكن حضرتك سردت مجموعه من الحاجات اللي عملت دعم كبير في تطوير الصناعه الوطنيه، لكن في حاجه اعتقد احنا ممكن نتميز فيها، عمليه التحنيط عند المصريين القدماء. احنا ابتدينا نتكلم عن المواد المستخدمه في عمليه التحنيط عند المصريين القدماء، واعتقد ان دي حاجه المفروض احنا نبقى اكتر ناس بنتكلم عليها واكتر ناس بنشتغل عليها. هي فعلا الحاجه دي الفريق البحثي عندنا قام بيها، ان احنا بالتعاون مع دوله تشيك في بعثه قدروا يجيبوا يكتشفوا في مقبره لقوا اواني فخاريه اللي كانت بتستخدم في التحنيط لقدماء المصريين، ولقوا كل يعني اواني عديده، مش اناء واحد يعني في زيت واحد، لا ده زيوت عديده. واكتشفوا ان مثلا لتحنيط المخ ليه زيت معين، تحنيط الذراع لزيت معين، يعني كل جزء من جسم الانسان كان دي يعني الزيت المخصص ليه. والزيوت دي يعني اكتشفوا في البحث ان هي مش كلها كانت موجوده في مصر، كانوا بيستوردوها من الخارج، يعني كان في حتت من خارج مصر. فبراعه المصري القديم ان هو يبقى الحاجات دي كلها بالاسرار دي كل موجوده، واحنا بنحاول دلوقتي بالاجهزه الحديثه ان احنا نكشف نوعيه هذه الزيوت. دي كانت طفره كبيره جدا بالنسبه لنا وانتصار علمي، ان احنا نكشف بعض اسرار الفراعنه اللي هم يعني سبقونا مش عارف اقول بقد ايه، يعني كل شويه بنكتشف نكشف في اعجاز في عند الفراعنه او قدمائنا المصريين. فالفريق البحثي قدر باستخدام الاجهزه الموجوده بالمركز القومي للبحوث انه يعرف نوعيه الزيوت اللي تم التحنيط بيها كل جسم الموميا لما تكون متحنطه، لان سبحان الله كان القدماء عندهم طبعا فكره البعث، فكانوا بعد ما بيخلصوا تحنيط يحطوا جنب منه الاكل والشرب والاجهزه بتاعته اللي هو هيستخدمها فيما بعد. يعني حاجه غريبه. احنا برضه بصدد عمل مشروع برضه بالنسبه للقدماء المصريين لسه هيتعمل قريبا، ان احنا اكتشفوا بعض المقابر انواع الخبز، نوع من بقايا خبز وبيض ويعني حاجات كده الاكل والشرب، وتوجد بصفه يعني بصوره كويسه. فاحنا برضه في فريق بحثي دلوقتي بياخد مشروع عشان يكتشف تراثنا القديم ونوعيه الاكل و و و والحاجات دي. ان شاء الله دي كلها اعمال هتتم في المستقبل القريب ان شاء الله. لكن المركز القومي للبحوث الحمد لله بخير. احنا في المركز برضه خدنا يعني السنه او 23 جائزه المركز الاول في براءات الاختراع، 33 براءه اختراع دوليه. احنا دلوقتي عملنا حوالي 400 براءه اختراع. برضه احنا عملناها في كتب دلوقتي بقت موثقه، جمعتها في كتاب واحد عشان كل المستثمرين يستفيدوا بيه. انا عندي مكتب للمستثمرين بعرض عليهم كل المنتجات. صحيح. عندي معرض برضه فيه 350 منتج قابل. لا يعني هو يعني مجالات المركز القومي بحوث عظيمه، وبخلاف البحوث في مجال الزراعه والصناعه بالفعل كمان عملنا بحوث في مجال يعني اجدادنا المصريين القدماء. بنشكرك يا دكتور حسين درويش القائم باعمال رئيس المركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا لحضرتك.